مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى نقابة الصحافة لمتابعة المؤتمر الصحفي الذي تعقده الإعلامية الزميلة منى أبو حمزة. سيدي بالإعلام مثل ست منى، واللي بفترة كتير زمنية قصيرة قدرت تصير بين من أهم البرامج وأهم المذيعات والمقدمين للبرامج، وهي نقابة الصحافي للجميع. منبر إن شاء الله سيبقى لكل من يريد أن يعبر عن رأيه، وهذا أصل لبنان، هذا لبنان. لبنان بلد الحريات، وكيف بقى بدها تكون نقابة الصحافي؟ والنقابة للجميع، ما في حدا يقدر يقول إنه هذه النقابة مش معه أو ضده، لا، هاي النقابة للجميع. تفضلي ست منى. بدي أشكر سعادة النائب أستاذ عوني الكعكة لأنه سنح لي هالفرصة أني أطل عبر منبر النائبة. كنا منحب نطلب أشياء حلوة عليكم، بدي لكم يعطيكم العافية جميعا. تعودنا نطل نحكي عن أشياء حلوة. اليوم مثل ما بيقولوا لو ما الجديد القوي ما اضطريت أطلع بهالمؤتمر الصحفي. مثل ما بتعرفوا كلكم صار لنا سنة من 7 نيسان الماضي عم نمر بأزمة منا خايفة عن حدا، أخذت كتير من الأضواء وأخذت كتير من التغطية الإعلامية. 12 شهر من التوقيف الاحتياطي، سبقوهم 8 شهور من التشهير الإعلامي المبرمج، جرائد، مجلات، ريبورتاجات، وابل من الغزل اللي طالنا، سرقة، سوء أمانة، اختلاس، نصب، احتيال. إذا ناسي شيء يا ريت حدا منكم يذكرنا، يعني من الصفات الحلوة اللي انطلقت علينا. وبهيج أبو حمزة بتوصل له التهم من التلفزيونات والمقالات والتسريبات الصحفية المدروسة والمبرمجة. يعني بنكون قاعدين بالبيت بهيج قلوب التلفزيون عمال يحكوا محطة الفلانة عنك، أو في بلاغ عنك بالمكان الفلاني، أو بالسايت الفلاني، أو بالجريدة الفلانية، أو بالمجلة الفلانية. 33 سنة من التفاني بالعمل ووصل الليل بالنهار، ما استحقوا 33 ثانية من الاستفسار أو حتى السؤال. غريب، ليش؟ يا ترى هالحملة بوجه بهيج أبو حمزة بكل وزنها وبكل قوتها تنقصها الشجاعة لتواجه وتستفسر؟ أكيد لا، ما بتنقصها الشجاعة، بتنقصها الحجة. اتهمنا بالسرقة، وين، كيف، ليش، مش مهم، هول بيبقوا بيفكروا فيهم بعدين. المهم إنه نحن سرقين، مختلسين، مسيئين للأمانة، وهكذا دواليك. الحكم صدر بإنهاء الشخص، وفي ناس تبقى بتهتم بالتفاصيل الثانية، وفي أدوات بتتولى إطالة مدة التوقيف وتركيب دينة الجرة. وبينقلنا لتأخذ العدالة مجراها ولنترك الأمر للقضاء. ما سمعنا غير لنترك الأمر للقضاء ولتأخذ العدالة مجراها. كتير حلو، كتير حلو. نحن هيدا اللي بدنا إياه من أول نهار، وهيدا اللي طالب فيه بهيج. قال يا عمي قدموا علي دعاوى، وإذا بيطلع علي شيء أنا مستعد إني أحمل المسؤولية. وهيدا اللي رجعنا رددناه نحن. وين ببين؟ يجي أهم شركات أوديترز بالعالم، وإجا شركات أوديترز، وين ببين؟ في اختلاس، في سوء أمانة، في سوء إدارة، في سوء استعمال سلطة. نحن مستعدين نستعمل نتحمل المسؤولية. بس قبل ما ندخل بهالدعاوى بينجبر بهيج أبو حمزة إنه يمضي من خلال أحد الأشخاص مشكورين انه يمضي تنازل عن كل حصصه بكل الشركات، الشركات اللي اسسها واللي كان رئيس مجلس ادارتها. وفوق هيك بينجبر يمضي استقاله، وبالتالي بيروح عليه تعويض 33 سنة بإدارة مجلس 27 شركة. وبالإضافة لهالشي ما بنكتفي، بنحط حجز على الممتلكات بما فيهم البيت اللي قريب من هون اللي ساكنه فيه انا وولادي. 12 شهر من التوقيف الاحتياطي، تهم ملفقه سابقا وتهم ملفقه لاحقا، لانه اذا ما كفوا القبل لازم نرجع نلحقهم. اول شيء بلشنا بثلاثه
رجعنا نزلنا اثنين على الطلب. سنة وثلث قضائيا، السنة القضائية مش 9 أشهر 12 شهر، سنة وثلث قضائيا. توقيف احتياطي بحالة غير مسبوقة بتاريخ القضاء اللبناني. ليش؟ ما بنعرف. ويا ريت عندنا جواب. ويا ريت إذا حدا بيعرف في إلنا. ولا إثبات. الإثبات مش مهم. المهم التوقيف. 12 شهر وأسانسور بيتنا مراقب. ومدخل بناية بيتنا مراقب. وباركينج السيارة تحت بيتنا مراقب. وأنا شخصياً مراقبة. من البيت لبيت أهلي للمستشفى للسوبر ماركت للبيت للإم تي في هلا مؤخرا، يعني كيف ما تحركت في مراقبة. وبنحكي كلمة على التليفون نرجع نتعاتب عليها بعد جمعة. كيف قلت هيك؟ يعني أنا حكيت على التليفون هيدي، كيف معهم خبرها؟ مش مشكلة. والتوقيف مستمر والمطلوب دفع أموال. هيدا اللي انعرض من اول نهار، وهيدا اللي انعرض علي شخصيا انا. والسلطه اللي مفترض تحمينا بتقلنا يا خي يدفع ويخلص من هالقصه، ودائما بدون اثبات. كيف تحملنا وليش سكتنا؟ كثير ناس حكيت، كثير ناس لمتنا، وكثير ناس قالت اللي بدي اقول انا لا اغير ولائي وسابقى على ولائي خليه يتحمل. كثير ناس لمتنا. تحملنا لأن اولاد بيوت، ولأن ما بنرمي حجر بالبير اللي شربنا منه مي. إذا ما كنا مرغمين على هالشي وبعدنا لليوم ما عم نرمي حجر، لأنه يمكن رهنا إنه القصة تكون ساعة تخلي، بس ما طلعت ساعة تخلي، طلعت ساعة تخلي عنا وحكم بالإعدام علينا. وانحكمنا إعدام قبل ما نمثل قدام أي محكمة ومجددا بدون أي أثبات. اتأخرنا يمكن بس من أسبوع تقدمنا بطلب لنقل الدعاوى من مرجع قضائي لمرجع قضائي آخر. بعتقد كل مواطن فيه يطلب نقل الدعوى من عند قاضي التحقيق الفلاني لقاضي تحقيق آخر، خاصة إذا كان عنده مشوار طويل مع القاضي التحقيق. وتم الاستجابة لطلبنا لأنه محق. بنفس النهار اللي صدر فيه قرار النقل امبارح تحديدا بتتصل فيي بنتي ياسمين بتقلي ماما انا عند بابا بالمستشفى عم زوره هلا، بيعطوه ورقه انه هو منقول على رومي، ضبيت له اغراضه وضبيت له ادويته، شو بدك تعمل؟ انا بكون بالشغل، شو بدي اعمل؟ قلت لها شو بدي اعمل؟ بدي اعمل مؤتمر صحفي. نحن ما في بايدنا الا عقيدتنا اللي محافظين عليها من زمان، وما في بايدنا غير هالكلمه اللي منقولها، ما عنا شي تاني نحكي فيه. شو بدي اعمل؟ بدي اجتمع فيكن اليوم. بدي اجتمع فيكن مش لاثير مشكله، لاتشكى من مشكله. اخر مره طلع فيها بهيج ابو حمزه على رومي بيوصل ضغطه للعشرين وبيعمل جلطه. ولولا المسعى الانساني ولما بيترجع على الطوارئ بالمستشفى ما كنا لحقناه باخر لحظه. وما حدا بيعرف هالمره اذا رح نلحقه ولا لا. اليوم جينا لهون مكرهين. مكرهين لانه في حياه شخص بتدق. في حياه شخص مظلوم. وخوفنا انه اليوم ما نلحقه. شو المطلوب؟ انهائه جسديا بعد ما تعذر انهائه معنويا؟ ما قدر ينهو معنويا. لانه ما اثبت شيء عليه. شو المطلوب اليوم؟ ومين بيحمل هالشيء؟ ومين بيحمل مسؤوليه هالشيء؟ بدي ناشد من هالمنبر وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى والقضاة الكبار وهيئات المجتمع المدني والمنظمات اللي بتعنى بحقوق الانسان، بنشدها وبوضعها قدام مسؤولياتها لانهاء هالمحنه. وعهد علينا كل ما فينا نفس متابعين قضيتنا لتاخذ العداله مجراها مناصره للقضاء ودعما للقضاء العادل. مش بس من شاننا، يمكن من شان ناس كثير اليوم كون بدون ما انتبه عم بحكي عنهم وحالتهم مثل حالتي، بس مش مساقبه عندهم منبر
يطلعوا يحكوا منه. الأمر بين إيديكم، وهذا اللي عندي أقوله لألكم، وبتشكركم جميعا وعزبناكم معنا. شكرا كثير لكل جميع. مشاهدينا، استمعنا إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته الإعلامية الزميلة منى أبو حمزة مباشرة من نقابة الصحافة. المزيد في نشرة بيروت اليوم، تابعونا.